باسم الحب، وإذا كان الحب في القلب فباسم القلب، وإذا كان القلب ينبض بالحياة فباسم الحياة، وإذا كانت الحياة من عند الله فباسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنا الدكتور محمد شريف أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة في كلية الأزهر وفي جامعة سيناء. أنا هكلمكم على الإيمونولوجي، علم المناعة، والحقيقة هيبقى ليه كذا فيديو، فإحنا هنعمل فيديو ورا فيديو إن شاء الله لغاية ما نخلص المناعة. الإيمونولوجي علم كبير جدا، dealing with the defense mechanism of the body or the immunity of the body. لو احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل قوي هتبقى عملية ضخمة ومملة. فانتوا طلبة في كلية الطب، طب بشري، اسنان، صيدلة، محتاجين الى البيزس، الى الاساسيات. فعشان نفهم الاساسيات تقدروا بقى تتعمقوا وتقروا تكست بوكس أجنبية وتبقوا عالي العالي يعني. فلما نيجي نتكلم عن المناعة هيبقى أول فيديو في الإيمونولوجي هو الأنتيجين. الأنتيجين أو اسمه الثاني إيميونوجين. في اختلاف بسيط منهم، لكن لو قلنا أنتيجين تبقى إيميونوجين. يعني إيه أنتيجين؟ أنتيجين يعني مادة غريبة، مادة ضارة بتخش جسم الإنسان، فجسم الإنسان لازم يتخلص منها. إذن الأنتيجين ده لو دخل جوه جسمي، جسمي لازم يرد عليه ويتخلص منه. يتخلص منه إزاي؟ بعملية اسمها إيميون ريسبونس. يبقى الأنتيجين هو اللي لو دخل جوه الجسم يعمل إيميون ريسبونس، والإيميون ريسبونس دي أيذر أنتي بودي فورميشن ونسميها هيومورال إيميون ريسبونس، أو سيليولار ودي نسميها سيل ميدييتد إيميون ريسبونس. يبقى عندنا دلوقتي الإيميون ريسبونس نوعين، هيومورال يعني انتي بودز، وسيل ميدييتد يعني سيلولار رياكشن، يعني اللي بيدافع عن الجسم سيلز، هيومورا اللي بيدافع عن الجسم انتي بودز. الانتي بودز دي او سيلز وبالذات الانتي بودز دي لازم تبقى سبيسيفيك للانتيجين. سبيسيفيك يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني لو الانتيجين ده اسمه احمد، احنا تملي هنمشي بقى عن الانتيجين اسمه احمد. إذا كان أحمد يبقى لازم الأنتي بودي أنتي أحمد، ما تبقاش أنتي إبراهيم، ما تبقاش أنتي إسماعيل، ما تبقاش أنتي سامية، لازم يبقى أنتي أحمد، يبقى ده سبيسيفيك. كمان السيلولار إيميون ريسبونس لازم يبقى سبيسيفيك، تمام؟ طيب عشان المادة دي أسميها أنتيجين، وعشان تبقى قادرة على ستيميوليت إيميون ريسبونس لازم يتوفر فيها شروط. الشرط الاول انها تكون لارج موليكولار ويت، واللارج موليكولار ويت كلنا عارفينه هو البروتين. الله، طب ما انا بروتين، يبقى كل جسمي لارج موليكولار ويت بروتين. ليه جسمي ما هوش انتيجين؟ قالوا اصل الخطوه الثانيه لازم يكون هذا البروتين فورين تو ذا بودي، مش البروتين بتاعي. يعني انا الكدني بتاعتي بروتين، الليفر بروتين، الهارت بروتين، بس ده بتاعي انا، يبقى نوت انتيجينيك، ات از نوت فورين. انما لو خدت كدني من حد، خدت ليفر من حد، خدت هارت من حد، يبقى ده فورين بروتين، وبالتالي لازم يحصل له اميون ريسبونس عشان الجسم يتخلص منه. ثالث حاجه انه يكون كومبلكس، يا ريت يبقى كومبلكس. يعني احنا قلنا البروتين ده امش، لو قلت جلايكو بروتين بقت حاجه مكلكعه اكتر، بقت كومبلكس، يبقى ده مور انتيجينيك، مور اميونوجينيك، يعني كان ستيميوليت اميون ريسبونس بيرفكتلي باورفولي. فدي الفاكتورز اللي لازم تبقى متوفره في
الماده دي عشان اقول عليها انتيجين وعشان يتكون لها اميون ريسبونس. الاميون ريسبونس دي سواء هيومورال او سيل ميديتد هتمسك في الانتيجين ازاي؟ ما هي لازم تتكون عشان تمسك في الانتيجين، لازم تتعمل عشان تمسك في الانتيجين، تمسك في الانتيجين ازاي؟ لو الانتيجين ده تخيلناه احنا زي الهرم كده، مين يقدر يطلع الهرم؟ هيتزحلق ويقع، جبل يزحلق ويقع. فعشان ما تقعش بيحصل فولدنج للامينو اسيدز كده، يعمل زي سلالم اطلع عليها. السلالم دي اسمها انتيجينيك ديترمينانت اور انتيجينيك ايبيتوبس. يبقى خدنا حاجه جديده كمان، ايبيتوبس. الايبيتوبس دي عباره عن انتيجينيك بروجكشنز ان ويتش ذا اميون ريسبونس ايذر هيومورال اور سيل اميوتد كان فيكسد تو ذا انتيجين. تمسك في الانتيجين، تخلصنا من الانتيجين يبقى لازم تمسك فيه. تمسك فيه ازاي؟ بالايبيتوبس دي. جميل قوي.